بقالنا حبة حلوين يا جدعان ما عملناش مقالب في المدرسة الشريرة. النهاردة بقى هظبطها لكم في شوية مقالب، فتأكدوا يا جماعة اللي انتوا عاملين لايك وجهازي يا مدرسة. بس قبل ما ندخل يا جدعان خلينا نشوف حوار الشاكوش ده عشان نديها على دماغها. ثواني يا جماعة، هو بيعلمنا ازاي نديها على دماغها؟ انت بتهزر صح؟ استنى يا كابتن. ايوه لا، اوه لازم نختار مدرسة. اقعدي يا مسمس، اقعدي، لازم نختار مسمس، ما نقدرش اي حد تاني. ايوه دي اتظبطت. شوف طلعت نزلة ايه، ما خبيثة انا طلعت اختفت بسرعة. بس احنا بنعمل مرصاد يا جماعة، نجيب دي كمان. يلا قدامنا 16 ثانية. استنى يا مسمس، استنى يا مسمس، مش عايز امس. الله سريع يا جماعة، كمل. هدي كمان كمان كمان. عاملة زي فرع علوز. تعالى يا بت. اوكي اخيرا يا جماعة، ده والله ما كانتش سهلة، دي اللي مقلمتنا. اوكي خلينا نبدأ بقى نخش نوريكم بقى المقلب اللي هيتعمل فيها النهاردة. هيكون مقلب مميز يا جماعة، ما كانش موجود المرة اللي فاتت واحنا بنعمل المقالب في المسمس، فتقريبا هي اتحمست. احنا المفروض خلصنا المقلبين دولة في المقالب هنا بقى. احنا خلصنا بتاعت السنان دي، خلينا نشوف الكيكة. رهوة على كمية الاعلانات يا عم، انا ختمت الاعلان، دخلني بقى في الاعلانات اللعبة والله يا جماعة. كل شيء طلعني من اعلان، فكرت نفسي دخلت المقلب ده. ايه ولا مقلبانا في المقلب؟ تحت خش يا حب. ايوه الحمد لله على السلامة. تحشيها ايه؟ استني احشيها لك انا. ايه ده بتعمل ايه؟ استني بقى عشان عندي خطة عبقرية. هي بتعمل ايه يا جماعة؟ ايوه خلينا نظبط التظبيط الصح. يا لهوي يا جماعه كبيت يا لالات، ما خلاص بقى يا مسمس قرفتينا بقى. اوكي نبدا بقى الشغل الصح يا جماعه. المفروض اجيب ايه؟ بيطلب مني يا جماعه ان انا استخدم حاجه علشان اقطع الكيكه بتاعه المسمس. اوكي طبعا جبت حاجه جديده يا جماعه، هنجربها مع بعضينا، خلينا نشوفها. ولا في رقصه ولا حركه، في بقى حاجات اجمد من كده بكتير. مسمس بس انا عايز اعمل لها خطة عبقرية. هو في لجلجة ليه؟ كمل يا ابو اللجليج. فين الترابات؟ هي قاعدة بتقرا فين الحاجة؟ اوف الاوضة بتاعتها، الاوضة بتاعتها. استنى يا جدع انت كمان ما تجيبناش بتاع. في حاجة محطينها قدامنا يا جماعة وجاب لي الاشعار. اوه جاب لي سكينة، جاب لي سكينة على العصفورة اللي بتطير دي. هي فين المس؟ بس انا اعمل ان الجرس عشان حاسس ان روحي 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 شوفي مين، روحي شوفي مين. اطلع 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 اطلع. ناخد شوية الحاجات دي. في ايه يا جماعة؟ اللي مش موجودين معانا كتير. نط اوكي اوكي، روح افتح الباب، روح افتح الباب الله يسهل لك. ممكن ننزل المطبخ من طريق مختصر من هنا. ايوه هذا ينفعنا كتير في المرحلة اللي جاية. ايوه نحط لها هي فين فين فين. ايوه هنا هي علقت ولا ايه؟ ايوه كده يا بسمس. حط لها هنا التراب. سلام لما تيجي تبص بقى علينا يا جماعه لو شافتنا يعني كده كده التراب جاهز. مسمس انت بتعملي ايه؟ شكلها اتحشرت بره يا جماعه، دي اتنقلت من غير ما نعمل لها حاجه. لسه ما استخدمناش احنا بيت الحاجات. خلينا نشوف. ايوه دي اللي احنا محتاجينها. اوكي دي اول حاجه. طب انت بتزمر لي هنا تاني ليه؟ ممكن بيتكلم على الكيكه يا جماعه. استنى ما انا اكيد مش هقعد اعملها صح؟ هتكون جاهزه؟ ايوه هغذي بقى النهار ده يا جماعه لكل واحد هينزل يشترك في القناه، الزر الاحمر تحت دوسوا عليه وحنون الرصاص يا جماعه عشان تنورونا ونتغذى مع بعضينا بس من غير مقالب. هنمقلب بس المدرسه المشرشره. كمل طالما هي مهنجه، انا مش هطلع من نفس المكان اللي حاطط فيه تراب. انت بتزمرني تاني ليه؟ انا شفت حاجه بره يا جماعه كانت محطوطه تقريبا في الصاله، فاحنا هنطلع نشوف يا بطريقة مختصر. اهم حاجة بس المدرسة ما تجيش، انا كده كده محط لها الترابات. عندنا بقى في ايه؟ عندنا اول واحد يا عم جيب البتاع علمها. اوكي تقريبا ده يا جماعة لزق. وده ايه ده؟ ده اللي بيعمل الفوم بتاع الكريم. تمام وده ايه ده بقى؟ تقريبا ملح صح؟ يب تقريبا ملح يا جماعة. ايوه جاب لي الحاجة اللي بتطير. اي خدمة. ناخد الاثنين دول. إيه ليه بقى؟ عشان نغطيها بالفوم. بس والله عايز اقلبها. يلا جاهزين؟ بس هتيجي ترخم علينا صح؟ طب استنى احنا ممكن نعمل جزء من المقلب تمام ونيجي مرخمين عليها بدي. طب والله عايز اجيب تراب تاني لو في، والله في تراب زياده تاني هظبطها. طب استنوا صح، احنا ممكن نعملها ترابين، تراب هنا. ايوه خد ده كمان يا عم هات بتاع. يا جدع ما عصبني. فضي ايدك يا كابتن، ما ينفعش يمسكه تقريبا. خليني طيب اتحرك. ساعات بتكون مخبية ترابات هنا السوسة. مفيش ورا تراب؟ يا راجل
سايبه مذكراتها يا جماعه. انت بتهزر يا مسمس؟ اوكي 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 مش مشكله كده كده انا مجهز لها برضو مفاجاه. خلينا نطلع بسرعه اوكي ونرجع من نفس المكان يا جماعه. نفتح بقى الكيكه بعد كده نحط اللزق وبعد كده وراه ايه الفوم الكابتن. هات ده اول واحد ممتاز. ايه طعم؟ ايوه يا لهوي على المنظر ده هتلزق. حط كده يا معلم. ايوه توصل توصل توصل. لا مش شوكولاته بقى دي. هنرجع دي مكانها وهنخفي اسمه ايه ده؟ هات بقى الحاجه دي. اه ده الاخير ده الاخير. خلينا بس نجرب دي الاول. ايوه تحدي التلج. ايوه ايه ده؟ والديل يا مسمس ايه ده؟ احسن برضه لسه مهنجة. خليك انت في تهنيجك. اوه بدأت تتحرك. حلو 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 بسرعة 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 بسرعة. ايوه ايه ده؟ يمي يمي صحة بس اربعة عطي شوية صح بقى لزق خلاص كده مش هنسمعها بتتكلم خالص. كده خلاص مش هنسمعها للابد. ايوه يا سلام بتحتفل بالسنة يا رايقة. ايه انت كروتيها مدرسة ورحنا نشوف حاجة. نيجي بقى يا جماعة للمقلب التاني في المدرسة الشريرة. كانت تقريبا بتلعب هنا كرة. والله خلينا نشوف يا جماعة. انا جاهز جدا للمقلب ده هظبطها حتة تظبيطة بس هي اهم حاجة تكون جاهزة. الله ما هي خلاص هي متأنتكة ومتشيكة يا رايقة. ايوه والله ما فهمت حاجه يا جماعه. تقريبا المدرسه هنجت من الاعلان. طلع لنا اعلان فجاه خط لزق ما تفهمش ايه اللي حصل. تقريبا اتخضت هي وانا اتخضيت انا كمان يا جماعه. فالمهم احنا هندور دلوقتي على ايه؟ على المس. انت بتهزر ولا ايه؟ استنى يا جدع وريني كده. طيب اوكي احنا معانا كام نجمتين؟ هنروح يا جماعه الفيديو جيم. اوكي نقدر نستخدم تاني؟ ممتاز تمام. هنستخدم الريموت تمام. حلو هنستخدم يا جماعه سبراي ابيض. وايه تاني عشان نلون الريموت؟ وريني يا معلم. اوكي هنستخدم السبراي يا جماعه. اها كده واضح هتجيب لي علامه السبراي. طب توقعوا السبراي ممكن يكون. خلينا ندور في المخزن. يب اول حاجه ندور فيها في المخزن ان شاء الله نلاقي عم السبراي. بعد كده اللي بعده بقى عايزين ندور على الريموت. بس اكيد هنحتاج حاجه ثانيه. افتح اقول لك اكتب لي هو اسم الحاجه. طب كويس ناخد ده احتياطي. اها بس كده خدنا الاسبري. والله احلى حاجه يا جماعه يكون كاتب لنا الحاجه بدل اللخبطه اللي راحت فيها دي. خلينا بقى نظبط المدرسه في تراب. ايوه ايوه هي نحط لنا كده على السجاله. الله يا مسمس بتعمل ايه؟ ايوه الجرس استقبل انت كده. جبنا اول حاجه. خلينا نشوف طيب بقيه الحاجات اللي ممكن نجيبها. اوكي هندور على الريموت. يبقى هنستخدم الاسبري ده على الريموت. بس اكيد في حاجات تانية يا جماعه ليها علاقه بالكور اللي هي كانت بتلعب بيها وما شفناهاش كلها بالكامل. انا عايز بس تيجي تخش في التراب ده ان شاء الله يا مسمس. ماشي على قشر بيض ولا ايه؟ يا كل مش شايفاني ولا ايه؟ انا عايز اشوفك تجري عليا. يلا ايه ده؟ مش حد فاهم حاجة يا جماعة. هي كانت بتجري في الشارع. انت بتهنج ليه دلوقتي يا كابتن؟ انا مش فاهم بصراحة مش فاهم ايه كمان. اوكي ده اللي بكلمكم عليه. كويس يا جماعة ان احنا ما رحناش نلون الريموت لان ممكن احنا بنعمله في السبراي يطلب مننا الطلبة التانية تكون المدرسة جت فنتقفش. فخلينا ندور على بتاعة الكور دي. ففي الاغلب هتكون سايباهم بره هنا. هنا في المكان الواسع ممكن تكون حطاهم هنا. والله حطاهم هنا المفترية. كنا ممكن نجيبها من على طول من عند المكان ده. طب كويس انا فكرت هتحطه هناك. ماشي مش مشكلة. جبنا الحاجة التانية يبقى كده عندنا حاجتين. هل بقى في حاجة تالتة هنستخدمها غير الاسبري؟ مش عارف هنشوف يا جماعة. طب استنى يا عم خلينا مش من ناحية المطبخ. يا مش مطمن لها حاسة هي كده موجودة مكمرة في نص المكان. ما تفهمش هي جاية ولا رايحة ولا بتعمل ايه بالظبط. كمل 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 تاس. خلي دي معانا جاهزه الاسبري. اوكي شكلها كانت بتغذى هنا كمان. خلينا ندور على مكان الريموت. بيقول لك موجود في التي في روم. فين بقى التي في روم؟ اها قفشناك يا مسمس. اوكي رب بس ما تتحرك يا جماعه. حط بقى ده اول حاجه على الريموت. اوكي
عملناه باللون الابيض كويس. دلوقتي هنستخدم دي بقى، هنحطها هنا صح. اه والله يا جماعه دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ نستخدم سلك. اه نحط السلك حلو. اوه هنجيب زيت. فينك يا زيوته؟ عايزين نرجع بقى المطبخ تاني. ياب 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 نرجع المطبخ بسرعه نجيب الزيت. فين الزيت؟ المدرسه بتخبي في حاجات غريبه، الواحد ما بيلاقيش الحاجه بسهوله. استنى ايوه هات بقى. شكرا. احلى حاجه التهنيجه اللي هي فيها دي يا جماعه مظبطانا بصراحه. لسه 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 طبعا مش هحط لها الزيت غير لما ارخم عليها الاول. اقفل ده يا معلم. لا 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 استنى ايوه. والديل يا مسمس ايوه حته بقى قالي كده. اوكي اقفل في الاوضه مش عايز تقفل. خلينا نطلع انا احسن من هنا خالص. خليت الوسيم مع نفسها تتحمس واحنا نطلع من هنا خالص. شكرا كده المقلب بقى يا جماعه يطلع من دماغها. احنا مالناش دعوه. يلا يا مسمس المفاجاه جاهزه لك والكور روح العبي بقى وبتاع. مظبطين لك احلى حاجه موجوده في التلفزيون. اوكي طب ثواني يا جماعه احنا بيضنا باللون الابيض ليه؟ والله ما عارف. خلينا نشوف هو ممكن تستخدمه ايه. تفكروا العصايه فهتكسر الريموت وهتزحلق كمان. ده هيبقى مقلب يطلع من دماغها. ايوه الحمد لله على السلامه ما شاء الله ونعم الرياضه. لا يا جماعه نجت يا مسمس. احنا اليوم البتاع عايزين نشوفه عملت لي خلاص كده يا جماعه. ما شفناش البتاع يتظبط فيها ازاي والله. فيلد لا والله يا سكت مهنجه اساسا. طب خلينا يا جماعه نخش بقى المقلب الثالث والاخير. يا رب ما يكونش في مشكله والمس تقعد تستعمل، لان عايز اظبطها في المقلب ده كويس قوي يا جماعه. يب لازم اتوصى بيها. اهم حاجه بس هي ما تهنكش. يا رب ما يجي اعلان. ايوه وبيعملوا ايه دول؟ ايوه اوه متضايقه من الصوت. ايوه جت لها فكره. ايه الفكره بقى؟ لا يا مفتريه لو يا جدعان خربت لهم الحاجه. مجنونه والله حرفيا مجنونه. وحان الوقت يا جماعه نتعامل مع المجنونه دي. تعالي بقى انا هظبطك دلوقتي. اهم حاجه بس الجرزون تبدا تشتغل. عايزين نشوف حاجه يا جماعه عشان ايوه وريني. حلو في يا جدعان في البيت. طب فين في البيت؟ حلو موجود يا جدعان هنا قريب جدا مننا. فخلينا نروح بسرعه 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 ناخد الحاجه قبل بسبس ما تيجي. كده كده احنا معانا حاجه سحريه ممكن نستخدمها لما تيجي ترى. من المام 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 المام. اوكي ناخد الكابتن. ممتاز. في حاجه تانية ناخدها من هنا؟ خلينا نشوف. اوكي نشوف التعليمات. تمام هنحطه يا جماعه في المكان هنا فوق. هو يقصد هنا يا جماعه نحطه مثلا في المكان ده يا راجل. استنى بس انت كمان. ايوه اوكي والله هنا يا جماعه مظبوط. هنستخدم بقى حاجه من الحديد. استنى خلينا نشوف. طيب بيت الحاجه فين؟ ماشي فين بقى الجلاس اللي انت عايزه مننا ده؟ موجود في المكتب بتاعها. كويس كويس شكلها موجوده هي كمان في المكتب يا جماعه ربنا يستر. خلينا نطلع طيب فوق هنا. اها ماشي عندنا. هاد ده يا معلم. اوكي عايزين عشان نربطه يبقى احنا عايزين حبل يا جماعه او خيط. ايه ده هي جت فين هي؟ بقول لك ايه انت مقربه كده ليه؟ خلينا ناخد طيب الكرسي ده احتياطي. انت برضو من حديد. هي مدرسه في المطبخ. ممتاز. ممكن ندور في حاجه هنا؟ انا مش شايف اساسا. اوكي خلينا طيب نجرب الاوضه الثانيه. شاكك في الاوضه بتاعتها ممكن نلاقي حاجه؟ لا والله يا جماعه هي اكيد مخبيه حاجه هنا. طب نكمل طيب في الجزئيه دي. شاكك والله في حاجه هنا. خلينا نجرب لو الكرسي ينفع يتحط يبقى في حاجه زي ما قلت لكم. كمل طيب في بقيه الاوض. طب خلينا نشوف هي فين بالظبط. اوكي ماشي. انا بقى مكان كوبورد. اوكي ثواني بقى مسمس بقى دي طالعه 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 طالعه. بقول لك ايوه خليكي زي ما انت كده. كملي في العطس بتاعك مش تحصل وجع قلب. اوه دي الاوضه اللي هناك اللي عندها يا جماعه. لازم نروح هناك. صعبة صعبة. برونشيلوزي اسمال اسمال ده. ألف سلامة عليك. اوكي كمل 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 كمل. ممتاز يلا. أيوه هنا 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 شفته. استنى استنى مسمس. اوكي خد خد خد. ممتاز هناخد التاني.
وز وز ايه بقى؟ وز وبط. استنى كده وريني. اوكي خلينا نركب نظره بسرعه. حلو هنربطه في الحاجه اللي احنا جايبينها. خلينا نقفل بس الباب دي، عايزين نرميها كويس، ودي هنربطها فيها. ممتاز كده خلصنا يا جماعه. ما اظنش. خلينا نشوف طيب محتاجين ايه تاني. اوكي هو هنحطها يا جدعان على الشجره. تمام. وايه تاني؟ حلو. خلينا احتياطي طيب اشوف دي ايه ده. اوكي خلينا ناخد ده برده معانا احتياطي يا جماعه، وهننزل نربطه في الشجره. طب استني احنا محتاجين اسمه ده كرسي. ممكن ناخد الكرسي ده؟ لا خلاص الكرسي ده مهمته انتهت، فاحنا لازم ننزل. يب خلينا نشوف فين الشجره اللي يقصد عليها. خلينا نروح يا جماعه عند المكان المدخل الرئيسي. والله كانت المس ممكن تقفشنا في اي لحظه، وندور على كرسي على السريع. ممكن نستخدم سلم. يب سلم هيكون احسن لنا. تقريبا في القبو في واحد في المكان، قصدي المخزن. مخزن ممكن يكون في واحد. يا رب يكون في سلم هنا. كمل. انا فاكر كان في سلم. لا غير الكبير ده، ده عملاق والله عملاق. طب ينفعش نجرب؟ استنى نجرب على الشجره دي. ايوه هي ينفع. لا والله ما ينفعش، لازم سلم. بيطلب حاجات غريبه. اوكي فين فين فين؟ كبير جدا ده يا جماعه. يا راجل بيبقى على اللي في واحد هنا، اللي اشتغل الواحد شايفها دي. للاسف مفيش سلالم هنا يا جماعه. خلينا ندعبس. طب بصوا خلينا استقبل واجيب السلم العملاق ده وربنا يستر. ايوه جيب ده يا عم. والله حاسس احنا هنتفضح. والله المدرسه عماله تحوم في المكان. حط يا معلم، ربنا يسهل ويظبط. اوكي والله شغال. حط ده هنا بقى. ها اها مالكش حجه. يلا يا حبيبي انا على السلم. ممكن تكون اصلا الشجره غلط. ما يا جماعه دي ايوه. حط يا عم. ها لقيت في سلم. سوري 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 خدتش بالي منه. اي عارف مريحه. لازم سلم معين يعني التاني ما نفع. خلاص يعني لازم الحديد. اخويا والله مستهبل. ايه ده مستهبل دي ولا ايه؟ لا اوعي تيجي، اوعي تيجي يا مسام موسى. كيكي حط بسرعه بسرعه. حط السلم حط السلم حط السلم. اوكي خلص يا حبيب قلبي. اتحط بقى هنا انت كمان. يا لهوي على الحوسه. اوعي يا جدع انت كمان. حط ده بعيد. اوكي خلينا نرمي ده. اوكي نحط ده هنا. ده يتحط في المكان ده. ايوه الحمد لله. يلا بذمتكم انا طلعت عليه. صمتت فند مش عارف ايه. حلو حلو عشان اخدت الزحله. ايزي كويس يا جماعه انا جبته معايا احتياطي. حط هنا يا معلم. رن بقى الجرس. حط لها تراب بالمره. ده هيطلع عينيها يا جماعه. اوكي ده المقلب ده هيطلع من ودانها. يا لهوي كنت بهنجها في التاني ده بقى. هتهنجها لغايه ما تقول يا بس. اوكي خلينا كده واقفين على جنب مستخبيين. يا رب يا جماعه تكون الخطه كلها مظبوطه، مفيش اي حاجه ناقصه. يا اختي ما تي الله يمك بسنه. ايوه ماشيه في الصاله يا جماعه يا مسهل. يا رب يظبط بس ما يطلعش زي التاني في مشكله. ايوه ايوه ما مزتش على التراب. لا والله ايوه. ايوه ظبطت بس. وبعدين ايوه اتحولت. اسحب يا معلم. ايوه اوكي ظبطت. ظبطه صح يا جماعه ظبطناها 100 100. خلينا المغناطيس نفسه سحبت كل الحاجه وراحت في شر عملها. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. وانت جديد معايز تيجي. يلا سلام.